الخدمات المتواصلة التي يقدمها الجيش الأبيض لمرضى فيروس كورونا ووقوفه بخط الدفاع الأول جعلت كثيرين منهم عرضة للإصابة بالوباء، وهذا ما تحقق فعليا في العديد من المستشفيات ومراكز الحجر بالبلاد. كاميرا العراقية الإخبارية كانت هناك لتطلعنا على التفاصيل. مرتضى جعفر وعشرون آخرون من زملائه العاملين ضمن الكوادر الطبية والتمريضية في مركز الشفاء التخصصي أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا نتيجة رعايتهم المتواصلة وتماسهم المباشر مع الحالات المرضية الراقدة هناك والتي تحتاج إلى العناية على مدار الساعة. صار لي تقريبا أكثر من 20 يوم أنا منازل البيت من أجل أن أساعد وأقدم الخدمات الطبية والصحية للمرضى الراقدين في مركز الشفاء. آخر أسبوع تقريبا بدأت أحس في بعض الأعراض، يعني سخونة، ارتفاع درجة حرارة متفاوتة، وأيضا نحول في جميع أجزاء جسمي، وبعدها بيومين طلعت النتيجة أنه أنا مصاب بفيروس كورونا، إصابة مؤكدة، وأنا حاليا الآن أرقد في نفس المركز اللي أعمل به. أشتغل بمدينة الطب بالديلزة تقريبا بقيت أول بداية. إحنا كانوا موفرنا مستلزمات وهاي، بس أجونا مصابين من مرضى الكورونا، كانوا عندنا يغسلون يعني مصابين. فأول بداية سوينا لهم تحليل يعني قبل لا تطلع العينات مالتهم، كنا نشتغلهم لأن ما متأكدين من عندهم، فإحنا انصابنا خلال هاي الفترة. درع الوطني وخط دفاعه الأول ضد جائحة كورونا يقضون أيام العيد بعيدا عن أهلهم وذويهم، ويبذلون قصارى جهدهم وكل ما في وسعهم لإسعاد الآخرين وتقديم الرعاية الطبية لمن يحتاجها في هذا الظرف العصيب، سيما مع تزايد الإصابات وارتفاع نسب المخاطر. هم داخل الردهة وإحنا خارجها طبعا، يعني إحنا نحتاج نبدل نلبس عدة الله ندخل لهم نلقاهم وهم هنا موجودين. مرات هم يقومون بالمساعدة، يعني يستجيبون للغرف الثانية إذا أكو بيها مرضى، وهو يمارس دوره ككادر تمريضي وحتى هو مصاب، يعني يساعدنا بعض الإجراءات إلى أن نوصل، لأن تعرف العدة تحتاجها وقت حتى نلبسها. لاكاتنا اليوم بمعنويات عالية بحماسة وعمل حقيقة يتواجدون ويتسابقون لأيام طويلة متواجدين في المركز بغية تقديم هذه الخدمات للمرضى الراقدين، وإن أصيبوا لكنه تجد اليوم مرتضى ونصير وحورة وابتسام وحيدر ومنذر وأسامة ومحمد جميعهم يتسابقون لغرض تقديم هذه الخدمات. من داخل ردهة العزل للأمراض السرطانية سابقا في مستشفى مركز الشفاء والمخصص حاليا لمرضى فيروس كورونا، مؤيد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.